هلا بالجميع، معكم حسين واليوم حناكل توم. اهلا وسهلا فيكم، حلقة جديدة من تجربة المطاعم. وهالمرة حيكون المطاعم حالكم اياها من الاخر، حيكون شاورما. فاليوم في عنا ثلاث مطاعم شاورما، ما بعرف اي هو اشهر واحد فيهم، حنجربهم حنشوف، نقيم الثلاثة مع بعض ونشوف اي بيربح معنا. وبلا ما نطول الانترو حنفوت دغري على طلبات، نطلب، حتشوفوا كل شيء سريع وننطر الاكل ليجي. وهيك نحن طلبنا الشاورما وننطر ليجوا. اسرع شاورما ماتك بالعالم. مثل ما شايفين كل الاوردرات اجت بنفس الوقت تقريبا، ف وصلوا بسرعه. انا حبيت الموضوع. طيب نشوف الانبوكسنج بالنسبه لكيف كل واحد معبي سندويشاته. اول شيء نبلش بالشاورما شريف، ترجع اول شيء من دوك خلينا نشوف الباكجينج. اول شيء شاورما شريف بورقه فاضيه، وهوني ساندويش بساندويش. نفوت على شاورما ماتك. شاورما ماتك غير كونسبت، غير شيء طلبنا. اوكي، خلي بالعين، خلي بالعين. الكيس حلو مرتب، ما عجبه شيء. عندك ساندويش اثنين، هذا اثنين بيكلز وتيشو. اهم شيء ابو جاسم، ابو جاسم بالعادة بحط صورته هون، بس ما بعرف المرة ليش مش حاطه. محارم كتير، ساندويشات. نجيب السفن اب حتى نعمل حسابنا نشرب سفن اب. بنبلش بالساندويشات. بطاطا اول شي خلينا ندوق، مع انه هي بطاطا تقليل البطاطا. اوكي، هلا اول شيء لحتى يكون تقييم عادل وشريف وبديع، اول شيء لازم نبلش باللحمه. حناخذ اللحمه من كل وحده. هيدي شو دجاج، هيدي دجاج خليها على جنب. شاورما دجاج هي خليها على جنب. تشيكن كمان خليها على جنب. نبلش اول شيء باللحمه. حتى نظبط صوره عرض خلونا نحملهم كلياتهم. خلونا نظبط صورة عرض. اول شيء حنبلش بشاورما شريف. على فكره اول مره بدوق شاورما شريف معي، هي اول مره بدوق شاورما شريف حنبلش فيها. بظن حبيت الخبزي والله، بس شو فيها بالضبط؟ فيها لحمه خس واكيد شو اسمه هذا الطراطور. طيبة، نوع اللحم كمان طيب، حبات ولا يعني فيها لذة، بس تاكلها ما بتحس بطعمة اللحمة والطراطور كتير ودلعة، لا انبسط فيها. حسب ما بتشوفوا لحمة كله تقريبا نفس الستاندر، لحمة بقدونس وطراطور. خلونا ندوقها. طيب وهلا بنروح على اخر ساندويش لحمة اللي هي شاورما ماتك. اول وحدة طيبة، لحمتها ناعمة، مقصوصة مظبوط، معلم الشاورما يعني معلم الشاورما قوي. طراطور فيها خفيف، طعمة اللحمة فيها طالعة، فهذه حبيتها. ابو جاسم كمان حبيت كل شيء فيها، بس اللحمة حسيتها شوي عريضة انه اسمك من العادة، فهذا ما بالنسبة لي انا ما كتير
مع هيدا النوع من اللحمة، بس كطعمة هي الطعمة المضبوطة. وهلا حنروح على آخر واحد اللي هو شاورما ماتك. شاورما ماتك حنجرب اللحمة كمان، عندهم شاورما لحمة ونشوف. وللعلم هيدا كله تقييم شخصي، وبس تقييم شخصي بحت. وهيدي عنا الشاورما لحمة بشاورما ماتك، بندورة، بصل، بقدونس ولحمة، كومبينيشن حلو بين اللحمة مقطعة مظبوط. بالنسبة للحمة بدون مبالغة هيدي أحلى وحدة لقيتها بالنسبة لي. أنا هديك كتير طيبين، بس أنا هديك حبيتها أكثر. تمام، هيك نحن خلصنا من اللحمة. اللحمة اللي ربح معنا باللحمة هو شاورما ماتك، هذه للأمانة يعني. كلهم طيبين، كلهم بيرفكت، بس إنه هيدي أنا حبيتها أكثر شيء. خلصنا من اللحمة، فاز معنا شاورما ماتك. هلا نوصل للدجاج. الدجاج أنا بالنسبة لي أحلى من اللحمة، بس هلا حنشوف ونقيم بين هو ثلاث مطاعم أي اللي بيفوز. إذا فاز شاورما ماتك يعني بيكون شاورما ماتك هو بومبا. خلينا نبلش بأول واحد، هو شاورما أول واحد. شو اسمه؟ شاورما شريف. شاورما شريف كمان هذه اللحمة اللي فيها الدجاج، سوري الدجاج مع توم وكبيس. خبزتها حبيتها كمان انا. وخلونا ندوق ونجرب. يعني نكون صريحين، المشكلة مانا من اللحمة، من الدجاج سوري، المشكلة مش بقصتها، كله تمام، بس مع الخبز ما عطتني الطعم اللي انا بحبه. فبالنسبة لي هنروح على من بعده. حبيتها بس مش بيشبه الخبزة. شاورما دجاج لازم بالخبزة العادية اللبنانية من الاخر. هلا بنروح على تاني شاورما اللي هي شاورما ابو جاسم. ابو جاسم شاورما دجاج فيها دجاج وبطاطا وكبيس وتوم، اكيد توم اهم شيء. ما بعرف ما حيبينوا عليكم، بس هلا بنجرب وكمان بنشوف. الخبز كريسبي، خبز لبناني هيك مثل ما انا بحبها يعني بالنسبه لي. قديش الزيوت مضره للصحه، قديش هون طيبه. اي والله وهلا وصلنا عند اخر واحد اللي هو شاورما ماتك. اول كان حيخزننا او لا، اول مره ربح باللحمه، اقول ربح كمان بالدجاج. انا الدجاج انا بظن وعلى علمي انه بيوصل لابو جاسم، ابو جاسم حيربح معنا بظن هيك. دجاج، بطاطا، كبيس وتوم، تراديشنال تاع شاورما لحم. كم مره تقول شاورما لحم بالغلط؟ شاورما دجاج. حندوها ونجرب. لذيذة، تقطيعتها بتجنن، نوع الخبزة أكيد مثل ما نحن بنحبها كريسبي. هيك نحن وصلنا لآخر التقييمات. نضب البطاطا، نضب كل شيء، نشرب بلع سبعة ونخبركم شو اللي طلع معنا. توقيت وصلوا على القد. باكجينج كمان ثلاثتهم مرتبين كباسين وبشكل حلو، ما في تعليق عليهم. الوقت كلهم وصلوا على القد، وعلى ثلاثتهم ناطرين برا كانوا يعني اكلوا تقريبا 30 دقيقه كان عندي بالبيت مع تحضير ولف توصيل على البيت. اسعار كلياتهم تقريبا نفس الشيء، متقاربين جدا لبعض. احجام بيفرقوا شويه بس انه نفس الحجم. فيك تقول من اللي ربح معنا؟ هلا اللي ربح معنا بالنسبه لشاورما لحم هو شاورما ماتك.
شاورما ماتك اللحمة فيها طلعت كتير طعمتها بهاراتها كل شيء بيرفكت مع نوع الخبزة والخضرة اللي فيها، فمعطيتها كومبينيشن كتير طيب وكتير حلو، فهي اللي ربحت معنا بالنسبة للحمة. بالنسبة للدجاج للأسف مش شاورما لحم، مش شاورما ماتك اللي ربح معنا ولا شاورما شريف كمان، بس للعلم شاورما شريف كتير يعني إذا واحد بده ياكل شاورما كان عنده كتير طيب، بس بالنسبة إلي مثلا أنا لا أنا حبيت أبو جاسم أكتر. ليش؟ لأنه أنا معود على الدسامة كتير وهيك، هو لا ما في الدسامة اللي أنا بدي إياها، يعني أنا هو مفيد للصحة أنا مش مفيد للصحة. شاورما دجاج ربح معنا أبو جاسم، أبو جاسم لأنه حسيتها كتير هيك دسمة وطيبة، ويعني طعمة التوم كمان ميكس التوم غير اللي عند شاورما ماتك، فمعطيتها لذي اكتر كمان بس انت تاكلها. سو هحط كاس لهيدي، هحط كاس لهيدي بالنسبه للحمه. مبروك، لا احطها هيك عشان تزبط مبروك. هذا كان كل شيء اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم الحلقه. ممكن كل الحلقه عم نخلص بقهوه. ان شاء الله الاحد حيكون في عنا تجارب، اذا في اي كومنتات بتمنى تحطوا لي اياها وتكتبوا لي شو حابين نعمل الخميس الجاي، عن اي مطاعم اي شيء بتفضلوا هون بالكويت. وشكرا، بتمنى تعملوا سبسكرايب ولايك اذا عجبتكم الحلقه، وما تنسوا تفعلوا زر التنبيه وما بعرف شو هذا خذ على بلد كده. تشاو.